سوق عادل حملة مبتكرة بالإسكندرية انتشرت في الميادين والشوارع من خلال جمل إرشادية وبطريقة مبتكرة وبمصطلحات متداولة بين الشباب. الموبايل مش هينفعك، سوق عادل. أما أنت عزيزتي السائقة فالمراية مش لسبسبة، بصي قدامك وسوقي عادل. لا تكذب نفسك إذا صدمت عيناك بتلك اللافتات، فهي من أجلك أنت. 16 لافتة تطلب منك إنك تسوق عدل، انتشرت في ميادين وشوارع الإسكندرية مع بداية شهر أكتوبر من خلال جمل إرشادية بطريقة مبتكرة وبمصطلحات متداولة بين الشباب. لما جينا عاوزين نعمل رسائل للشباب ابتدينا نسأل الناس أو الفانز اللي عندنا على الصفحة، قولوا لنا مقترحاتكم إيه؟ يعني اللي طلع بمقترح حتة المسج اللي هي للبنات اللي هي المراية اللي سواء مش رسائل. دي واحدة بنت مش ولد. في نفس الوقت المسجات اغلبها كلها او الرسائل كانت نتيجه اختيار شباب بيشتغل معانا في فريق العمل. فمش فكرتي، لا دي فكره بتبقى عادي. بنكون فريق عمل، بنعمل برين ستورمينج، وبنسال، ننزل في الشارع نسال شباب، وبنسال صحابنا، بنسال قرايبنا. الحمله الارشاديه لقت قبولا واسعا من اهل الاسكندريه، ولكن الاهم، هل هذه اللافتات هي الحل الامثل لحل مشكله القياده في مصر؟ والله حملة كويسة، بس للأسف الشعب بتاعنا مش هيلتزم بيها برضه. مهما تعمل الشعب بتاعنا مش هيلتزم بيها. حتى لو حطيت 50 60 رادار برضك على الطريق برضك هتصوروا رخص الصحبة هتصوروا برضه. والله حاجة كويسة جميلة جدا، يعني عشان الناس تحترم نفسها، السواقين بالذات يعني تحترم نفسها وتمشي عدل. لازم التزم بيها لأن برضه بخاف على مصلحتي وعلى مصلحة الناس وسلامة الناس برضه في نفس الوقت. هذه الحملة التوعوية جاءت بعدما احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا في حوادث الطرق، فبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث 12,000، فيما بلغ عدد المصابين 40,000 في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها حادث الفيوم الذي راح ضحيته 16 شخصا. التقرير الرسمي الصادر عن وزارتي الداخلية والنقل أشار بإصبع الاتهام نحو العنصر البشري بأنه السبب في الحوادث بنسبة 70%. نزيف الأسفلت ملف كبد الدولة أكثر من 17 مليار جنيه خسائر سنوية دون توقف، وليت تلك الحملة تكون ضمادة لهذا النزيف.